خوض اللجج. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. إن الله تعالى أوحى إلى دانيال: إن أمقت عبادي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم، وإن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحكماء.